وفيما هموم المواطنين غائبة عن اهتمامات المسؤولين، المبادرات الفردية تقوم بواجب الدولة إلى أن تستعيد عافيتها. آخر هذه المبادرات إضاءة نفقي مطار بيروت 24/24 قريباً. عندما تدخل إلى جوجل وتبحث عن أنفاق مطار بيروت، هكذا تكون النتيجة. اسم هذا النفق أصبح مرتبطاً بحوادث السير، واحد من الأسباب وأهمها عدم الإنارة. أنا من يومين زعطت بقلب النفق، كان مكبوب مزات بقلب النفق وما في ضوء، لا تقشع قدامك لا شيء. عطول معطب النفق، عطول يعني مرة عملت حارس بقلب النفق، يعني جربت ركب لمبة للموتو والتزمت ونمشي وراء السيارات. منذ بدء أزمة الكهرباء انقطع الضوء عن نفقي المطار، فالنفقان يتغذيان بالطاقة من شركة كهرباء لبنان، أزمة أضيف إليها تعرض الكابلات في النفق للسرقة مرات عدة. إزاء هذا الوضع بدأت المطالبات بإيجاد حل سريع. على البلدية عطول على تواصل وعلى تعاون مع وزارة الأشغال لنلاقي كان حل، عملوا أشهر، فمن أشهر كمان كان البلدية لتواصل مع لجنة الأشغال بمجلس النيابة، واللي فهمناه وقتها أنه عادنا أنه نلاقي التمويل. وزارة الأشغال المسؤولة بشكل مباشر عن الأنفاق ذهبت تبحث عن حل. كان عندنا خيار من خيارين، يا نحن نعمل صيانة للشبكة الحالية بانتظار كهرباء الكهرباء لبنان تزود نفق المطار، يا نسعى لتأمين تمويل لإنارة عبر الطاقة الشمسية. بالتالي نحن رحنا باتجاه تأمين تمويل من قبل القطاع الخاص، من قبل الجمعيات، وتم تأمين التمويل. نحن أخذنا هبة عينية مش هبة مالية، نحن هنحط إنارة الطاقة الشمسية بنص النفق، نص النفق في عجقة سير وسيارات، ما حدا حيجي يسرقها من نص النفق. أضف إلى ذلك السولار بانل حيكون على أرض المطار من جوه، يعني ما حدا حيقدر يوصل لأنه التمويل كبير. بعت على مجلس الوزراء وأخذت موافقة مجلس الوزراء على الحصول على الهبة. أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية بدأت مساء الاثنين وتستمر لخمسة عشر يوماً، تقفل خلالها الطريق المؤدي إلى الأنفاق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، ويحول السير باتجاه الأزاعي والشويفات. هيدا مش عم تركبي بقلب البيت، عم تركبي بنفق شبكة جديدة كاملة للطاقة الشمسية، منا مسألة يوم ويومين. هلأ بالأخير بطبيعة الحال عطول الإدارة بتحط لحالها 10 أيام مثلا، ممكن يخلص بخمسة أيام. اتحاد رجال الأعمال والدعم والتطوير الممول للمشروع هو مجموعة رجال أعمال من الذين ما زالوا مؤمنين بلبنان، قرروا عدم انتظار الدولة للقيام بواجبها. أمام الترهل الحاصل بمؤسسة الدولة، ولأنه نحن مصممين نبقى بهالبلد، نحن ولدنا إن شاء الله، ما حبينا نتفرج على اللي عم يصير حوالينا، حبينا ناخذ مبادرة مثل ما غيرنا أخذ مبادرة، وقررنا نرجع نوعا ما الانتظام العام للبلد من إشارات ضوئية وأنفاق وخلافه. عم ندور إن شاء الله نفق المطار، وسابقا ضوينا نفق فينيسيا وشارع بربور وشارع ذردان. هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي أثبتت نجاحها تؤكد إنه لبنان بده همة، همة كل فرد أو كل مؤسسة إلى أن تستعيد الدولة عافيتها وتصبح قادرة على القيام بواجبها.